وممكن يتعمل مشروع اللي انا بقول عليه ده، تقف كده اهوت على نص الشارع وتقلب الدنيا يعني بالحاجه السهله، سهل ممتنع. فنزلنا بالشعريه جبنا الشعله الجميله دي، يعني عندنا برضو في مصر صناعيه يعني محترمين يعني بيقدروا يطلعوا لك الحاجه اللي انت عايزاها بالظبط. فعملنا شعله غاز زي من قدام حضرتك ديت، مكونه من 6 فتحات زي اللي قدامك ديت، وكل فتحه تحتها شعله، وكل شعله شغاله ومتوصله بالانبوبه، تمام؟ وبعد كده القطر ده عملنا على قده الصينيه دي، فاهمه ازاي؟ اهي الصينيه بالظبط على مقاس ايه؟ على مقاس القطر اللي قدام حضرتك ده. يتعمل بيها احلى شويه كنافه، سهله جدا جدا وبسيطه، وافكارها اعملي بقى ايه وابدعي. ايش بالكريمه وايش بالمكسرات بص اللي عندك اشتغلي بيه. فقلنا نعمل لكم الفكره ديت النهارده ان شاء الله. بس هي الفكره ان الشعل كلها انا مهدي النار عليها خالص عشان الكنافه تطلع مستويه ومعايا ومتظبطه. فانا هعمل كذا نوع وكذا شكل. خلينا نشوف مع بعض ان شاء الله هنبدا نشتغل النهارده ازاي مع بعض. هجيب عندي اول حاجه الكنافه ونقطعها كده بالشكل ده، تبقى صغيره كده عشان وانا بحطها اللي هحطها عندي في الكبه. طبعا يفضل انك تسيبيها حضرتك كده بره بعد ما بتقطعيها شويه تاخد الرطوبه بتاعت الجو، يعني ما تغطيش عليها، ما تغطيهاش، سيبيها بره. وبعد كده تقوم واخداها زي ما حضرتك كده شايفه ونقوم حاطينها فين؟ في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا اول ايه خطواتنا ونبدا اول الشغل، لان ايه تشغيلها سهل جدا. تفتحي فيها على طول ديت تعملي الكنافه متقطعه عندك ومتلونه والسمنه والكريمه كله تحت السيطره. نقفل وبعد كده بقوم جايب عندي لونين اتنين، لون اصفر ولون احمر. حط نقطه من هنا ونقطه من هنا على الكنافه وهي بتتضرب في الكبه. بسم الله يلا بينا. خش يا باشا. شروق ممكن لون احمر. لا الموجود اصفر. لو احمر يبقى افضل. نقطة بس انا هحط في الحاجة بس. وعشان احافظ على الكبة اللي انا بقطعها الكنافة الاول عشان احافظ عندي على الكبة بتاعتنا. طيب نجيب عندي الكنافة نافة هنا وناخد عندنا كام واحدة؟ 6 صواني. يلا بينا. ودي اتنين ودي اتنين وناخد عندنا 2 تانيين. بسم الله اهم. كنافة ايه؟ روحها فين؟ هي روحها في السمنة. احنا بنديها سمنة كده حلوة تكون سايحة. شويات كده على كل واحدة. بسم الله يا عيني يا عيني. هوزع السمنه كويس جدا هنا في الصواني قبل ما احط الكنافه وقبل ما ابدا اعمل اي حاجه. اهو دي طلبتها، طلبت الشعله ديت بالصواني خلال يومين بالظبط كانت بتنفذها. فيعني ايه عندنا ناس جامده، عندنا صناعيه محترمين بجد يعني خلصوا لك الحاجه على طول يعني. فنبدا نعمل ايه بقى؟ نبدا نشتغل عندنا عن الحاجه. ناخد اللون الاصفر كده اهوت ونضربها. اللون ظبط بس هديله سنه بسيطه جدا، لون اصفر مع لون احمر. يعني هو اللون ده تمام بس انا عايز ايه اللون ده اهوت يبقى ايه؟ يبقى في سنة لون احمر. فهديله نقطة. ايوه هو ده المطلوب اثباته. لونها ظبط كده جدا جدا. وهوريلك اللون دلوقتي هيظهر هنا قدامك على الشاشة افضل. نشيل ديت اهيت. بص يا استاذنا. تمام.
يلا شويه كنافه تانيين، حضراتكم شايفين كده. ناعمه جدا، لازم تبقى ناعمه خالص عشان واحنا بناكلها يعني. بصي اهي ناعمه في الكبه على قد ما بقدر، كل ما تنعميها كل ما الموضوع يبقى احلى واحلى. تعال نبدا، يلا نشتغل في اول ايه، اول شويه كده نعملهم، اخر شويه هما هنحطهم مع بعض مع اللون الاصفر واللون الاحمر. بصي بقت عامله ازاي العومه بتاعتها، مفيش بعد كده اهي اهي، ولون زي الفل. هنكسهم مع بعض مفيش مشكله اهو، من كده كل دول ميكس مع بعضه. يلا نشوف هنعمل نشتغل ازاي. كريمه بقى دي اللي ايه اللي هتبقى عندي الاساس معايا، نشا ولبن مفيش اي حاجه تاني يعني. يلا فين يا باشا النشا اهيت، نشا ولبن. بصي بغطيها بكيس بعد ما بخلصها، ولازم تبقى بارده عشان لما نيجي نقطع، لما نيجي نقطعها بعد ما بتستوي معايا بص تبقى عامله ازاي، تبقى القطعه باينه بتاعت الكنافه والكريمه ما تبقاش شوربه اهي. ناخدها كده 5 معالق نشا، لتر الحليب 5 معالق نشا على طول كده. بص بتبقى عامله ازاي بعد ما بتبرد. بص بقى وانت قبل ما تحطها على الحاجه، بص بتعمليها كده كده اهو، تمسكي الكيس كده وتنعمل، بصي الكريمه بتنزل معاكي بالشكل ده، يا عيني على الجمال. استنى يا باشا كده ونقوم حاطين ده هنا ونبدا الشغل، يلا بينا. شويه كنافه ماشي، ناخد بقى ايه شويه شويه كنافه كده اهوت على الجنب عشان تظبط معانا الدنيا. اضغط كده ضغطه كده محترمه، وبعد كده نقوم حاطين عندنا الكريمه في النص، شوية كنافة تانيين هنا من فوق. تلم يا استاذ حمدي بالمنظر ده كده اهو. ونكبس، بص بايديا كده بالراحة، الموضوع بص الموضوع يعني اسهل من السهولة يعني. نكبس كده اهو. حلو الكلام. ناخد عندنا الصينية التانية كده عم حمدي فوقها، فوقها يا باشا واديها. مش كتير بقى، هي دي الفكره بقى، ما تحطيش كتير، واهم حاجه في الجنب كده تقومي حاطه شويه كده حلوين. نكبس وبعد كده نحط عندنا طبقه الكنافه الثانيه، وهنبدا نعمل ايه بقى، هسرع ايديا عشان نبدا نشتغل في بقيه الكميه. ممكن نعمل دي كده اهو، مش سامع يا حمدي على فكره الصوت بعيد قوي. ايوه كده سامعك يا صاحبي. طيب قبل ما هطلع فاصل، المفروض ان انا هعمل السته ورا بعضهم، بس عشان وقت يعني السته يتحطوا فوق بعضهم 6 صواني، ولكن انا بص بعمل كده بكبسهم كده وبكبس دي كده ماشي، وبعد كده يا عم حمدي هسمن الحاجه الاول واودع الشعله نسوي. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، سمنه يلا، كلام جميل كلام جميل.
كده بالمنديل اهو او بايديا كده. يلا واول حاجه بالصلاه على النبي نبدا فين؟ خير الامور الوسط، في الوسط. يلا بينا وسمن وندخل عندنا. عايزه تعمليها من غير ما تلونيها مفيش اي مشكله معايا يا باشا، واقول لك تقلبيها ازاي وتظبطيها ازاي وكل حاجه تحت السيطره. يعني هو الفكره ان انا موضوع الالوان كان ظابط معايا بس ظبط دلوقتي، واقول لك هو ظبط ازاي. ما تحطيش الالوان اللي هي السايله الصغيره دي نقط، حطيها الاول الاثنين على بعض وحطيهم في ميه، يعني دوبهم معاهم شويه ميه، وده هيديك نتيجه افضل بكتير جدا. تعال نجرب ونشوف. يعني ما تحطيش الحاجه اللون على طول من الازازه، لا انت حطي لون اصفر ولون احمر حوالي خمس نقط وخمس نقط وشويه ميه، هيعملوا ميكس معاكي اللي هو الاصفر غروب الشمس ده. حط شويه صغيرين ونشغل. فبالتالي هيدي نتيجة أفضل بكتير جدا أهو. ويظبط معانا الدنيا. يلا بينا حط ده هنا كده نكبس. حط اللي بعده عشان هنقلبكم دلوقتي الصواني اللي موجودة ديت، لان انا مهدي الشعله خالص على الاخر مش معليها، ودي اهم حاجه ما نبقاش معليين الشعله، تبقى الشعله هاديه جدا. على عين بوتاجاز طبعا تنفع، لو هتعمليها على عين بوتاجاز برضه تشتغل معاكي تبقى 100 100. كده هاخد اخر صينيه احنا بنغطي بكنافه صح؟ بص بقى اللي انا هعملها لك بالجبنه بقى هتبقى عامله ازاي؟ بس بعد ما تخلص ديت نلم يا باشا كده. الله الله الله. وبعد كده نقوم عاملين ايه؟ حاطين كده. ماشي؟ بعد ما بتخلص ال 6 ثواني كده بتوعك وتقوم ايه قلبهم الناحيه الثانيه كده. حاطه دي كده. حاطه دي كده. وحاطه دي كده. كلام جميل؟ كلام جميل. وهي موجوده كده على الايه؟ على الشعله. بنبدا ان احنا ايه؟ نسمن. نشوف يلا اللي احنا حطيناهم في الاول الاخبار. نجرب نشوف هو بتقلب ازاي بقى. بتقلب والله سهل جدا، يعني انت تجيبي مثلا جلافز عندك اهو، وهي صينيه واحده اللي انا هستخدمها يعني اهي كده، حطها فوق هنا كده اهيت، ونقوم ماسكين الصينيه دي كده اهيت، ونقوم جايين هنا كده اهو، سهله جدا اهيت، وعاملين كده الاخبار الصلاه على النبي اهو. هناخد بس حته الكنافه ديت هنا ونحطها هنا. لا لا وتطلع ناعمه وحاجه جميله. نقوم واخدينها تاني ونقوم حاطينها فين؟ علي بس شويه هنا، وهنا كمان الجنبها ديت صح؟ هاخد الصينيه ديت ونقلبين كده اهو الاثنين كده اهوت حلو، وبعد كده نقوم عاملين دي كده ماشي، نقوم حاطينها كده نشيل دي. الله الله الله. بص لون يا باشا مفيش بعد كده. خدها ونقوم حاطينها تاني هنا. اعلي النار بس شويه حنديكه. اين الشعله دي بتاعت دي؟ ايوه تمام. وانت يا باشا هنا نعلي شويه عليك برضه. ماشي.
هظبط النار على كل واحده عشان عايز اعمل بالجبنه بقى يا باشا. وريها لك بالجبنه ديت هتبقى حاجه تعجبك جدا. بس اللي بالجبنه يعني عايزه تعمليها بيضه نعملها بيضه. يعني لو مش عايزه تعمليها مثلا باللون الكنافه البرتقاني اللي احنا عملناه ده براحتك خالص. فممكن ايه نظبط الدنيا كده. انا بقول لك ده ايه مشروع يتعمل كده على والشربات التقيل البارد جاهز اهو يتحط بقى ايه وتعملي الحشوات اللي يطلب منك. كام بقى قد ايه؟ ربعاه يا باشا. هو ربع ساعه الصينيه بتطلع على طول ما بتاخدش وقت. شعله تحت كل حاجه ومتقسمه كده وعندك المفاتيح هنا في الجنب بتحكم فيها. بص اول واحده قلبناها طالعه عامله ازاي؟ مزيكا مزيكا يعني. وأوريها لك حتى بعد ما تتشرب بعد ما تتشرب عندي الشربات وتتقطع هيبقى شكلها عامل ازاي. اول ما تطلع يا باشا كده بنقوم قلبينها نقوم مدينا الشربات التقيل البارد ثلاث اربع معالق كده. ده بالنسبه لايه للكريمه اهي كده. ونقوم موزعين عندنا الشربات نقطعها لك دلوقتي كمان ايه وهنشوفها ان شاء الله. نحط هنا الاخبار. تعالوا بقى نشوف ديت اللي هي اهي. بص بقى بعد ما ايه بعد ما اتشربت معايا هقطعها لك دلوقتي اصلا وابينها لك كمان هتبقى عامله ازاي من جوه. دي ما تقطعش بالكنافه لازم بس نشوف من هنا عامله ازاي. لسه الفكره في ديت اللي انا اديتها كنافه وجبنه يعني كنافه طبقه والصينيه مدهونه سمنه تقدري تعمليها عندك على الشعله كمان بتاعت البوتاجاز عندك. واديتها الكريمه واديتها الجبنه بس الكنافه بتستوي والجبنه بتبدا ايه تشد معاك. يعني بص الجبنه هنا مع الكريمه تبدا اللي هي بصي اهي شايفه تبدا ليها تشد وده اللي احنا محتاجينه. بسيبها لحد ما تبدا تستوي معايا وبعد كده نقوم مطلعينها ونديها الشربات التقيل البارد. بس نبقى على الناحيه الثانيه هنطلع كده اهو. تمام جدا. الاخبار هنا حلوة الحروقة دي برضو. لا لا جميلة على فكرة حلوة جدا اهي الحروقة دي. الحروقة دي عادي جدا هي دي كده شوية شربات هنشوف اللي بالجبنه دي هنعمل فيها ايه. هنضب بس الصينيه ديت نقوم حاطينها كده. الجبنه فين تحت صح؟ بعد ما نقلبها نحطهاش على النار بقى خلاص هي كده استوت عشان الجبنه ما تبقاش على النار مباشره وتشد معاكي. خلاص الجبنه كده بقت تحت والكنافه بقت فوق ومستويه. نبدا ناخد ايه بقى؟ ناخد ديت هوزع عندنا الباشا ده كده هنا هوريها لك كمان بعد ما تتشرب وتطلع معايا هتبقى عامله ازاي. الاخبار هنا تعال
تعالوا نقب هنا، ما تجيب لنا صينيه فاضيه يا محمود من عندك زي دي. اهي خلاص هنا يا محمود خلاص. شكرا لك. ده كده هنا هنضيف هنا دي لو استوت معايا اهي لسه تعال نقطع دي كده يا حمدي ونشوفها. اللي هي بالجبنه وسيبها كمان شويه كده، انا عايز ايه اسيح الجبنه اكتر فسيبها كده شويه عادي. طيب هنا كده خلينا مقلبينها كده واخدينها كده وبايدينا نخلي الجبنه تحت والكنافه فين اهي والكنافه فوق. دي بقى ايه بقوم سايبها شويه كده على النار الاول عشان اخليها ايه تسيح اكتر. بص يا باشا طالعه عامله ازاي بقى، الجبنه تحت والكريمه وبتشد معايا وحاجه محترمه جدا، واظن وريت لك باسهل حاجه في الدنيا ممكن تعمليها. والكنافه طبقه الكنافه بص قد ايه رفيعه جدا وما بتاخدش تسويه، اظن مفيش اسهل من كده صح. طبقه الكنافه بتتحط باللون بعد كده على الشعله تحطي الكريمه والجبنه وبعد كده تقومي قلباها وتحطيها على صينيه كده تكون هاديه شويه تلاقي ظبطت معاكي وما شاء الله ادتك نتيجه هايله يعني. تعالوا نشوف عندنا بعد ما طلعت معايا اهيت